حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا للمرة الرابعة والخامسة على التوالي يستهدف الطيران الحربي تكية الراوي، وهي أحد المساجد القديمة في محافظة دير الزور. استهداف الطيران الحربي لها بصاروخ طيران حربي اليوم كما تلاحظون بالصوت والصورة. نتحسب الله دائما، حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا التكية مدمرة بالكامل. يستهدف اليوم وكما ذكرت للمرة الرابعة والخامسة على التوالي الطيران الحربي هذه المنطقة، وأنا أتحسب الله دائما وأنا أستغرب لهذا الاستهداف. استهداف ممنهج ومبرمج من قبل كتائب الأسد لهذه المنطقة بالتحديد، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله الله أكبر الله أكبر. نحاول الدخول إلى داخل التكية، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا 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 شوف، نحاول الدخول حاميا. المكان مدمر بالكامل، لكن حتى القبر رائع والله لا يوقف. حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا مكان سقوط الصاروخ من جديد كما ذكرت، النيران تشتعل حاليا. يحاول احد خالد وخالد خالد المواطنين اخماد هذه الحرائق قبل اشتعالها. حسبنا الله وهو نعم الوكيل. حسبنا الله وخالد. انا والله من خلف الكاميرا استغرب هذا الاستهداف، و تحسب الله دائما على ما يحصل وما يجري في محافظة دير الزور. اليوم طبعا هو يوم الجمعة 1/2/2013. أتحسب الله دائما يتقصى ضرب الجوامع والمكان الطاهر في يوم الجمعة، باعتبار يوم الجمعة هو يوم مقدس في أيام الأسبوع. حسبنا الله ونعم الوكيل.